مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع الماضي كنا بدينا هذه السلسلة من سلسلة حلقات فيما يخص أمراض موسم البرد. كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي على العموميات تاع أمراض البرد، قلنا ان هي الزكام، البرد، واحد يقول ضربني البرد، في امراض كثيره هكذا، وفيها خاصه لاغريب، وكنا تكلمنا على الكوفيد، وهذا الكوفيد الطويل اللي رمي تكلمنا عليه، وقلنا بان الطب عطالوا خاصه الكوفيد كان عطال يعطوا لقاحات لاغريب والكوفيد. فشفنا بنا في الكتيب نتاع النظام الطبي البريطاني اللي يعطوه للمرضى، المرة هذه على الكوفيد ما تكلموش على اللقاحات، تكلموا فقط قالوا أن الإنسان يكون عنده الكوفيد يرتاح لمدة أسبوعين ثلاثة وبعد الكوفيد يروح. فشافوا بأن ممكن اللقاحات صار فيها مشكل وما صاروش يتكلموا عليها. فاحنا ننظر لهذا الأوباء والأوبئة من المنظور الطب الطبيعي، كنا تكلمنا عليها في السنوات الماضية لكن نعاود كل مرة لأن في الإعادة إفادة، وكثير من الناس اللي ما كانوش يشوفونا يقولوا الآن يشوفونا. فنبدأ اليوم نتكلم على علاج طبيعي اكتشف في 1890 هكذا من طرف واحد ألماني. فالألماني هذا اكتشف بأن البخار نتاع الحموض، بعض الحموض عنده مفعول قوي لعلاج كل أمراض الجهاز التنفسي. فنشوف هذا كيفاش السيد هذا اكتشف هذا العلاج. فهذا التداوي ببخار الحوامض سماه السيد هذا الدكتور ألماني، سماه الأسيدوثيرابي، التداوي بالحموض، لكن ماهوش الحامض نفسه، البخار دياله. بما أنه ألماني في اللغة الألمانية سماها صور تيرابي، نو با صور كرات، عفوا. لكن كيف تعالج هذا، كيف بدا العلاج هذا نتاع بخور الحوامض؟ كان هذا السيد طبيب، مش طبيب، هو دكتور في الكيمياء الصناعية، اسمه سيغموند فون كافت، اللي عاش بين 1864 و1946 في شتوتغارت في ألمانيا. فهو كان متخرج من عنده دكتوراه في الكيمياء الصناعية، وبعد رجع بروفيسور ومدير تاع مدرسة العليا للنسيج، يعني كانت عنده قيمة. فبعد هذا السلطات الألمانية ما عرفتش واش تعطيله كعمل، ولا قالوا خلاص نعطوله، بما أنه مختص في الكيمياء نعطوله مراقبة المعامل اللي يستعملوا فيها الحموض، اللي يستعملوها فيها ليزاسيد. في هذا هكذا، يعني بهذه الصفة اكتشف هذا الأسيدوثيرابي، التداوي ببخار الحموض، ومارسها لمدة 40 سنة. كيف اكتشفها؟ فهو يقول بأن يوم من الأيام بعثوه لمعمل من المعامل في ألمانيا باش يفتشوا ويشوفوا النظافة فيه وكل شيء، وجد بأن هنالك رائحة قوية لأسيد من نوع من الحوامض، هذا اسمه الأسيد سلفورو. فبالنسبة للطب العادي آنذاك،
كل الحموض ما يلزمش الانسان يشمها لانها ممكن تهلك الجهاز التنفسي. هذا هو كان التفكير في ذلك الوقت. والدكتور كاف مشى لهذا المعمل بهذا التصور ان الرائحه هذه راح تكون مشكل كبير للعمال اللي يخدموا في هذا المعمل. فهو قال لصاحب المعمل: شوف، كل شيء ماشي في هذا المعمل الا ان هنالك هذا الرائحه لابد تتخلص منها بطريقه اخرى لانها راح تضر العمال. فصاحب المعمل قال له: هنا اقتباس من الشيء اللي كتبه دكتور كامب. يقول له: العمال اللي يعملوا بصفة دائمة في هذا المعمل عمرهم ما طاحوا مرض، خاصة في 3 سنوات الماضية. ورالو جبد السجلات ورالو، قال له: شوف، في هذه 3 سنوات ولا واحد جه مرض الصل، ولا واحد جاتو لا غريب، ولا واحد مرض بأي مرض تاع الجهاز التنفسي. ويقول له: نقول لك حاجة واحدة أخرى، العمال نتاع المعامل اللي موجوده حولنا هنايا يجوا دائما عندما يكون البرد، يجوا لهنايا في وقتهم وقت الراحه، يجوا لهنا باهي يتنفسوا هذه الرائحه، لان شاع الكلام بينهم بان الرائحه هذه تحفظ الانسان من لاغريب وامراض الجهاز التنفسي. فالعمال كانوا يجوا لثما. فعندما صاحب المعمل قال هذا للدكتور كامف، الدكتور كامف خمم، قال: طبعا احنا نشوف السجلات تاع 3 سنوات هذو، حتى واحد من الناس هذو ما مرضوا، هذه فيها شيء ممكن انسان يبحثه. فهو راح وبدا يبحث مع طاقم نتاع الباحثين البيولوجيين، بدا يبحث في هذا واش تعمل هذا البخار، واش يعمل للناس بخار نتاع الحموض. فوجدوا بعد تجارب كثيرة هو والطاقم ديالو البيولوجيين، وجدوا بأن بصفة عامة، ما ندخلش في التفاصيل الآن، ندخل في التفاصيل في الأسبوع القادم للأطباء، لنتكلم الأطباء في الأسبوع القادم، لكن هنا وجد بأن بخار الحوامض هو وسيلة قوية للوقاية، وقاية الإنسان، ولعلاج أمراض الجهاز التنفسي. ففي 1908 مش 1908 عفوا 1908 سمى هذا العلاج، سماه صاور ثيرابي بالألمانية، يعني لاسيدو ثيرابي، تداوي ببخار الحوامض. فمن بعد مارس هذا لمدة 40 سنة كما قلنا، وبدأت الأطباء، كثير من الأطباء بدأوا يستعملوا هذا في ألمانيا، وبدأ الكلام يخرج، لكن رسميا الطب ما حبش يستعمله، ما حبش يعترف به، لأن بالنسبة لهم كل شيء حامض هو مسيء لصحة الإنسان. فبعد وفاة الدكتور سيغموند كامف في 1946، عنده وليد بنته ولا وليد ولده، بدأ هو يستعمل العلاج هذا، وبدأ يدرسه طبيا، وبدأ يدرسه علميا باش يقنع الأطباء الآخرين. على كل، ما ندخلش في التفاصيل هذه كلها، ما هي الأشياء اللي بخار الحوامض يعالجها. فنشوفوا بأن هنالك كثير من أشياء، المعدة والدم وأشياء أخرى، إلا أن الشيء اللي خصنا بما أننا نتكلم على أمراض الموسم الشتاء، نشوفوا بأن خاصة بخار الحموض يعالج كثير من أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز التنفسي. فالأطباء اللي استعملوا
الحوامض آنذاك كلهم كتبوا في جرائد مختصة، في مجلات مختصة طبية، وعطاوا النتيجة نتاع التجارب نتاعهم مع المرضى في استعمال هذا لاسيدوثيرابي، التدوي ببخار الحموض. هوش يقولوا؟ يقولوا لنا بأن كل الأمراض نتاع الجهاز التنفسي يا إما مكونة من الفيروسات ولا من جراثيم أخرى البكتيريات، donc toutes les infections virales et bactérielles du système respiratoire sont traitées par les vapeurs d'acide ou bien l'acidothérapie. من بين هذه عندنا لي برونشيت، عندنا لا برونشيت كرونيك، يعني لا برونشيت المزمن، يعني الانسان باقي معاه لعدة شهور وما يحبش يروح للطب، يستعصى عليه بعض الاحيان انه يعالج هذا. فوجدوا الاطباء هذه بني خاصة حالات برونشيت كرونيك اللي في حالة من الحالات الانسان هذا تعالج لمدة اكثر من عامين والبرونشيت كرونيك ما حبتش تروح له. ف عندما جربوا لاسيدوثيرابي شافوا باللي لابرونشيت كرونيك شيئا فشيئا زول، وزادوا عملوا تجارب اخرى على لابرونشيت كرونيك وشافوها باللي زالت ايضا. عندنا البنوموني، هو التهاب الرئتين، التهاب الرئتين مرض خطير جدا، والمرض هذا الى ما تداواش في الحين بعد أسابيع راح الإنسان ممكن يعرض نفسه للخطر. فعندما الأطباء جربوا استنشاق بخار الحوامض وجدوا بأن حتى البنموني هذو بدأوا يزولوا، وجدوا أن عندما كانوا يعالجوا لاغريب ويعالجوا لابرونشيت في مستشفيات، وجدوا بأن جانبيا الناس اللي كانوا في الصلاة هنا وكانوا يشموا الريحة هذه حتى البنوموني نتاعهم، التهاب الرئتين، بدا يزول. وهكذا اكتشفوا بأن البنوموني والتهاب الرئتين يعالجوا بخار الحوامض، وزادوا عملوا تجارب أخرى وكتبوا عليها كثير في المجلات الطبية، إلا أن الطب آنذاك ما حبش يستعرف بهذا. عندنا الشيء الآخر هو مرض السل. مرض السل الطب حاير فيه لأن مستعصي كثير وباش يعالجوه الآن ممكن يعني يستعملوا كثير من العلاجات اللي ممكن تخلي الإنسان معوق نهائيا، معوق نهائيا، وحتى تجيه أعراض جانبية كثيرة. إلا أن وجدوا بأنهم مرض السل التوبركيلوز أيضا ممكن يعالجها بخار الحموض. هناك أمراض كثيرة أخرى فيما يخص الدم، فيما يخص الجهاز الهضمي، نتطرق لها مع الكلام للأطباء في الأسبوع القادم إن شاء الله. فالحموض هذه كيف نستعمله؟ هما في الأطباء عندهم آلات معينة كيف يكونوا البخار هذا وكيف يستنشقوا المريض عندهم في المستشفيات أيضا، إلا أن احنا إذا حبينا نعمل وقاية في موسم البرد هذا وما تجيناش لقريب، من الأشياء اللي نعملها هو هذا التداوي أو العلاج أو الوقاية ببخار الحموض. ما هو الحامض اللي نستعمله في البيت؟ هو عادة الخل. الخل، لأن الدكتور سيغموند كامب هذا عندما عمل البحوث تاعه أولا عملها في ألمانيا، وثانيا بدأ يروح للمعامل الأخرى، مشى لفرنسا معامل الخل في فرنسا، وجد عندما عمل ديزونكات، عمل بحوث،
وجد بأن الناس اللي يخدموا في المعامل هذه ما عندهم أي مشكل، وحتى شافوا البقر اللي يكون في الحقول اللي مجاورة للمعامل تاع الخل، البقر هذه الأمراض اللي مالفة تجيهم تاع الرجلين لافيبغ أبتوز وكذا، حتى هذه الأمراض ما كانت تجيهم، وكانوا يستعجبوا كثير. فحتى من بعد ولا تطبيق هذا التداوي ببخار الحموض بدأوا يطبقوه على الحيوانات أيضا، ووجدوا بأن عند الحيوانات المختصين في علاج الحيوانات بدأوا يستعملوه بكثرة كثيرا، لأنه شافوا فيه فايدة كثيرة، إلا أن الطب ما مشاش معهم في نفس السياق. فإحنا كيفاش نواصل؟ عندما يبدأ البرد، أي الآن يعني نبدأ تقريب في الآن في أكتوبر، ما نستناوش حتى جينا لغريب ولا حتى ديسمبر، نبدأ من دركا، نبدأ عندما يكون البرد شوية نمسكو كاس صغير نتاع الخل، نديروه في كسرونة ونخلوه يغلي، نخلوه يغلي على نار باردة بزاف باش يتبخر شيئا فشيئا، يتبخر. وفي نفس الوقت واش نعملو؟ نفتحو البيبان نتاع كل الغرف، كل الغرف نفتحو البيبان ديالها ونخلو الرائحة هذه تدخل كل الغرف. لماذا؟ لأن في البحوث تاع دكتور كامب هذا وجد بأن البكتيريات والفيروسات اللي يكونوا موجودين في الهواء، البخار نتاع الحامض الخل ولا حموض اخرى راح تقتلها ما تخليهاش، ولهذا تحفظنا من لاغريب، تحفظنا من لابرونشيت او تعالج لابرونشيت ديالنا وكل شيء. فنفتحوا كل الغرف، البيبان نتاع الغرف، ونخلوا الرائحه تدخل. بعض الناس يقولوا ان الرائحه تاع الخل في الهواء ماهيش مليحه، فاحنا نقولوا اللي حبل واش قالوا، اللي ما يحبش تجيه لاغريب ودير له مشاكل ولا الكوفيد ولا، يحاول يستعمل الوسائل الطبيعيه قبل ما يفوت الاوان، قبل ما يروح يشوف الطبيب، قبل ما يروح يشوف الطبيب، لان الطبيب راح ممكن يعطي أشياء أخرى، ممكن يعطيه المضادات الحيوية، وغالب الأحيان نعرفه بأن المضادات الحيوية ما عندهاش مفعول على الفيروسات. إذا كان بكتيريات ممكن، ولو أن الآن المنظمة الدولية للصحة تقول لنا بأن المضادات الحيوية عادة ما فيهاش فايدة، أن الطب تقريب في محنة، لأن المضادات الحيوية هي اللي مفروض تقتل الجراثيم قاع الآن، لأن استعملت كثيرا، والفيروس والبكتيريات كونوا مناعة للمضادات الحيوية عاد ما تفيدش كثير. فنرجع لشيء طبيعي، عندنا هنايا بخار الحموض، وعندنا في البيت بخار الخل يقتل الجراثيم في الهواء ويقتل الفيروسات. في الطب الطبيعي ما فيش فرق بين فيروس وبكتيريا وبين جرثومة، كلهم يقضي عليهم الطب الطبيعي، ما كاش هذه تصنيف فيروسات وبكتيريات، هو تصنيف نتاع الطب، لأنهم تركيبتهم مختلفة، إلا أن في المادة الطبيعية تقضي على كل شيء، ما تفرق بين هذا وهذا، فهي كل ما هو في الهواء تقضي عليه، وكل ما يدخل الجهاز التنفسي تقضي عليه. فنفتحوا الغرف كلها ونخلو البخار هذا يدخل شيئا فشيئا، راح يطهر الهواء في كل الغرف. ومفضلكم ما تقولوش ان الرائحة الخل ماهيش مليحة، طبعا هنالك بعض الروائح ماهيش مليحة كثير، كما بعض الأعشاب عندها مرارة، لكن هذه المرارة هي اللي تعالج الإنسان. وهنايا الرائحة نتاع الخل، ممكن الرائحة لأنها قوية حامضة
هي تقتل الفيروسات وتنقي جسم تاع الانسان، لابد الانسان يتحملها. فعندما يكون البرد واش نعملوا؟ نقبضوا هذا الكويس الصغير نديروها في كسرنا، يبدا يغلي على نار هابطة كثير، ونخليها كذا، ونعاود هذا مرتين ثلاثة أربع مرات في النهار، حتى يبقى البيت مطهر من هذه الفيروسات، وحتى الناس الجهاز التنفسي نتاعهم يطهر. فهذه بصفة عامة تلخيص ل هذا لاسيدوثيرابي. إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم خاصة للمهنيين في الطب، الممرضين والأطباء والباحثين، حتى نقدم لهم هذا الآخر بصفة بدلائل قوية جدا، حتى يقدروا يستعملوها مع المرضى ديالهم بدون ما يروحوا للأدوية اللي ممكن احنا ما نستعملهاش كثير يوميا، واللي هي ممكن تكون مضرة. حالة الأوباء هذه غالب الأحيان الطب ما عندوش لها علاج كثير، وإحنا شفنا مع الكتيب اللي تعطيها بريطانيا الآن للمرضى فيما يخص الكوفيد الطويل هذا، أعراض ما حبش تروح من عند الناس، يسموه الكوفيد الطويل. الكتيب هذا ما يتكلمش على اللقاح، وما يتكلمش على المضادات الحيوية، يقول للناس ابقوا في بيوتكم، ريحوا، شربوا ماء وليمون وكذا، راجعين للطب الطبيعي حتى هما، ويقول لهم بعد ثلاث أسابيع ولا الكوفيد يبدأ يمشي. فنشوفوا أن الطب بهذه الطريقة الغير مباشرة راه يرجع للأشياء الطبيعية. فمشاهدينا الكرام، هذا البخار الخل نستعمله في البيت كلما يبدأ موسم البرد، ونغلوه على نار هافتة، ونخلوه يدخل كل الغرف، ونشموه ثلاث مرات أربعة في النهار. الرائحة تاعه ممكن ما تكونش مليحة، لكن الفائدة تاعه على الجهاز التنفسي مهمة جدا، وتعالج كما قلنا لابرونشيت الرب، ولابرونشيت كرونيك، وحتى البنموني، وحتى التوبركيولوز. لاغريب هي المشكل تاعنا الكبير، ولو أن الطب الآن يتكلم غير على الكوفيد، لاغريب هي لاغريب يديرها فيروس، والكوفيد يديروا فيروس أيضا، والفيروسات هذه منين جات؟ يقضي عليها البخار نتاع الحوامض، خاصة في البيوت، حوامض أو حامض الخل. مشاهدين الكرام، إن شاء الله راكم استفدتم من هذا، وسمحوا لي اليوم ما تكلمش كثير بالفرنسية لإخواننا في فرنسا، إلا أن إن شاء الله نحاول في المستقبل نحاول نتكلم بالفرنسية أيضا، لأن ربع ساعة ما يكفيش كثير، أو 20 دقيقة ما يكفيش كثير للكلام بلغتين. مشاهدين الكرام، شكرا جزيلا، وفي الأسبوع القادم الممرضين والممرضات والأطباء اللي ما يعرفوش هذا العلاج ممكن يسمعونا ونعطوهم دلائل قوية جدا فيما يخص لاسيدوثيرابي، التداوي ببخار الحموض. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.